اليوم هو الغد الذي وعدت نفسك أمس أن تنجز فيه الكثير من الأعمال. ضع أمامك مثل أعلى أشرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل وسيلة للانتقام هي النجاة. لا تقل أن الدنيا تعطيني ظهرها، فربما أنت من يجلس بالعكس. مدارس نتعلم الدروس ثم نمر على الامتحانات، أما في الحياة فنمر بالامتحانات ثم نتعلم الدروس. وما الحياة إلا أمل يصاحبها ألم ثم يفاجئها أجل. لا تقارن نفسك بالآخرين، فلا بد أن تدرك أنه يوجد فروق كثيرة بيننا. ثلاثة أشياء تسقط قيمة المرء: حب المال والأنانية وحب السيطرة، وثلاثة ترفعها: التضحية والوفاء والفضيلة. طالما أنك تتوجه إلى الله عز وجل باستمرار فلسوف يفتح عليك أكثر مما تتخيل، أكثر الناس قدرة على إسعاد أنفسهم. هم من ينظرون إلى ما في أيديهم وليس إلى ما في أيدي الآخرين. إن أكثر من 80% من رسائل العقل للجسد سلبية، وتسبب 75% من الأمراض. فكن حريصا فيما تقوله لنفسك. انطلق خاطر قيم الأمور، وقم بتهيئة واستخدام تجاربك الماضية ومعرفتك حتى تنجح في المستقبل، لأنه رغم كل شيء لا يوجد هناك فشل. لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، فلولا وجود العسر لما كان لليسر معنى، ولولا وجود التعب لما كان للراحة معنى، ولولا وجود الحزن لما كان للفرح معنى، ولولا وجود الضلال لما كان للنور معه. قد لا يكون لديك القدرة لإجبار الناس على محبتك، ولكن لديك القدرة لإجبارهم على احترامك. الجيوب الفارغة لم تمنع أحدا من إدراك النجاح، بل العقول الفارغة والقلوب الخاوية هي التي تفعل ذلك. لا تسمح لأحد أن يأخذ الأولوية في حياتك عندما تكون أنت خيارا ثانويا في حياتك، ولا تفعل المستحيل لشخص لن يفعل لك الممكن.